السلام عليكم تلاميذ سنة ثالثة. إذا تلاميذ سنة ثالثة من تعليم ابتدائي في كتاب الواضح في النشاط العلمي دائما في موضوع التكوين التشخيصي، هذه المرة في الصفحة 9 من النشاط الأول. أكتب نوع القوة المطبقة في الحالة التالية من الكتاب: يقذف اللاعب الكرة بتطبيق قوة. ما هي هذه القوة؟ القوة ميكانيكية، نكتب ميكانيكية. يلتقط المغناطيس المسامير الحديدية بتطبيق قوة. إذن ما هي هذه القوة؟ قوة مغناطيسية، مغناطيسية. تتحرك السفينة الشراعية بفعل قوة ماذا؟ قوة الرياح، نكتب قوة الرياح. تسقط الأجسام على الأرض بفعل قوة ماذا؟ إذن بفعل قوة الجاذبية. النشاط الثاني: أشطب الجواب الخاطئ. الحركة التنفسية هي الشهيق الزفير، الشهيق والزفير، ازدياد حجم الصدر. إذن ما هي الحركة التنفسية؟ هي الشهيق والزفير. إذن أشطب على الشهيق وأيضا الزفير، وأشطب أيضا على ازدياد حجم الصدر. النشاط الثالث: أربط كل سن بدوره. الناب ما هو دوره؟ هو التمزيق. الناب دوره التمزيق. الدرس ما هو دوره؟ هو الطحن. أربط الدرس بالطحن. والقاطعة دورها القطع. إذا أربط القاطعة بالقطع. النشاط الرابع: ألون بالأحمر الأغذية ذات مصدر حيواني وبالأخضر الأغذية ذات مصدر نباتي. عندنا هنا مجموعة من الأغذية نلونها بالأحمر. أنا سأديرها واحد دائرة وانتما غتلونوها. إذن عندنا الدجاجة هي من أصل حيواني، غذاء ده مصدر حيواني. سمكة أيضا مصدر حيواني. وأيضا البيض أيضا هو مصدر حيواني. أما الليمونة فهي مصدر نباتي، إذن ألونها بالأخضر. إذن طماطم أيضا مصدر نباتي، ألونها بالأخضر. الشيفلور مصدر نباتي. أيضا التفاحة مصدر نباتي. هذا الثوم مصدر نباتي. الفراولة مصدر نباتي، إذن ألونها بالأخضر. النشاط الخامس: أتمم الجمل بما يناسب. أغسل يدي قبل الأكل وبعد الأكل، أكتب الأكل. أنظف أسناني كل وجبة غذائية، أتمم بعد كل وجبة غذائية. أنظف ماذا؟ بالماء لأكون في حالة جيدة. أنظف جسمي بالماء والصابون لأكون في صحة جيدة. وشكرا على انتباهكم.